اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني من الفيديو اللي فات. لو اول مرة تشوفي القناة يلا بقى بسرعة انزلي اشتركي فيها وفعلي زر الجرس ودوسي على كلمة الكل عشان لما انزل فيديو جديد يجيلك اشعار بيه على طول. بصوا بقى، حطوا لايك للفيديو. فيديو بصوا ما شاء الله، اللهم بارك، معايا سيلة وسارة وفريحة فيه. بجد فيديو محمس جدا جدا، يعني بعد الفيديو ده هتقومي تعملي كل حاجة وراكي، وكمان يعني ممكن تعملي حاجات كده تغيري مود الولاد خالص. ويلا بقى نبدأ المعركة من هنا. حابة اشكركم بجد واحدة واحدة على كل حرف بتكتبولي في الكومنت، ربنا يخليكم ليا. هنا بقى دخلت البلكونة، عايزة اقول لكم البلكونة لازم تتعمل يا جماعة، محدش يقول البلكونة دي بره البيت او بره الشقة، لا مش هعملها، لا طبعا، اللي نضيف جوه نضيف بره. بصي بقى كمية تراب مهولة، يعني ليه؟ عشان طبعا على طريق عمومي، فانت كمان حاولي ان انت تنظفي البلكونة بتاعتك، لان فعلا هيبقى في راحة نفسية كده، هتحسي ان انت فعلا الدنيا عندك نظيفة، بنتك او ابنك قعدوا فيها مش هتحس ان في تراب. المهم انا خلاص زعفت وعملت كده الشيش بالفرشة اللي انا مشغلة بيها، وهنا بقى مية بزيت، زيت جونسون. عايزه اقول لكم الميه بالزيت دي تحفه جدا، يعني بتقعدوا كده فتره طويله ما فيهوش خالص خالص اي اتربه. ليه؟ الزيت مش بيخلي اي حاجه تلزق فيه. بصوا التراب بقى اللي انا عملته على الحيطان وكده، وكان فيه الزرع كان واقع. المهم بقى كنست وبعقم كده بقى بميه وكلور. طبعا انا بحب كده الدنيا تبقى نظيفه وبتلمع. ليه بقى؟ عندي فريحه صغيره بتحب تقعد كده في الشمس شوية، لازم طبعا الشمس ضروري جدا جدا للأطفال لعظمهم وكده، زي اللي عنده بيبي مثلا الدكتور دايما يقوله اديها او اديله فيدروب عشان العظم. جنب الفيدروب بقى تقعديه ساعة كده في الشمس الصبح، في الشمس اللي هي بدري، وساعة في العصرية كده، عايزة اقول لكم احلى شمس. ودخلت بقى كده على جوه، عايزة اقول لكم يعني مكان بتاع السفرة ده طبعا بيبقى على طول ما شاء الله في اكل وشرب وكده، فلازم يوقعوا حاجات. فشلت كده السجاده وكنست، وهنا بقى ميه بديتول، بحب ان انا ايه ابخ كده وامسح على طول بالايه بالشرشوبه بتاعتي. انا بقى عايزه اقول لكم ان انا بحبكم، والله بحبكم جدا جدا، والله بجد انتوا اخواتي مش متابعين. انا فرحانه جدا جدا بكلامكم، فرحانه الحمد لله بالتقدم اللي انا فيه، الحمد لله ربنا يا رب يكرمنا كده جميعا ويحقق لنا كل اللي نفسنا فيه بإذن الله، ويبعد عننا أي حسد وأي عين وأي حاجة وحشة عن بيوتنا وعن ولادنا وعن كل حبايبنا. هنا بقى خلاص برضو قلت ايه ألمع. أنا عايزة أقول لكم على حاجة، طبعا احنا خلاص داخلين على دراسة. طيب أنا لو أنا عندي بنت مراهقة يعني في إعدادي وكده، طبعا أنا هقول لكم على حاجة، أنا عندي أختي في تالتة إعدادي، يعني لازم كده اقعد معاها واتكلم معاها، ما بالك بقى انت بنتك. يعني انا بصراحه يعني انا بعمل سندس زي اسيل بالظبط، ما فيش اي اختلاف، لازم اصاحبها ولازم اتكلم معاها. ليه بقى؟ لازم تبقي قريبه من بنتك. ليه؟ عشان لو في اي حاجه تيجي تقولك، لو حد حتى ضايقها في الفصل او في المدرسه عموما او في الدرس او اي حاجه. هنا خلاص بقى الارض نشفت، وقلت ايه افرش بقى كده السجاده. فعايزه اقولك ان فعلا فعلا سن المراهقه ده اصعب واخطر سن، والله بجد اخطر سن ممكن يعدي عليكي. هتكلم معاكم بس هقولكوا على حاجه هنا دلوقتي، كمل معاكم الفيديو. بصي بقى هنا هعمل بقى للبنات كده حنه، عايزه اقولكوا الحنه للشعر حلوه جدا جدا. بصي بقى جاسمين، انا والله بحبك قوي، هي كانت بتفكر فيا طول النهار امبارح هي بتعمل محشي، ربنا يخليك ليا، ربنا يا رب يرزقك عاجلا غير اجلا، وتخوي بنوتك خديجه القمر، ربنا يا رب يحفظها، اللهم امين. بصوا عايزه اقول لكم حاجه، هقول لكم هنا المكونات ونرجع لموضوعنا. معايا الحنه دي بجيبها من واحده يعني سودانيه، وبحط عليها زبادي وبخلطها كده كويس قوي، وبحط عليها حلبه. عارفين انتوا الحلبه اللي احنا بنشربها؟ بتجيبيها تغليها وتسيبيها كده تنقعيها 5 6 ساعات وتعجنيها طبعا الزبادي بيعمل ايه بقى الشعر عموما؟ بينعمه ويديله كده ايه تعزيز، بيمنع طبعا الهيشان. يعني المايونيز والزبادي نفس
الحاجتين دول هو بيعملهم، وتعجنيها كده وتسيبيها بس 10 دقايق بالظبط. وهنا بقى دخلت كده قلت عبال ما اسيبها هي كده 10 دقايق ولا ربع ساعة ادخل كده انشر هدوم كده. ده كان المغرب، يعني انا اول ما خلصت رحت صليت المغرب ربنا يا رب يتقبل، وبعد كده نشرت. بصوا تحسوا ان اليوم على طول في حاجات، على طول في حاجات، فدايما بقى وانتي بتعملي حاجة استغفري ربنا كتير عشان ربنا يهون عليكي كل اعمالنا اللي احنا بنعملها. بس كده انا كده ايه خلصت، وهنرجع بقى لموضوعنا اللي هو سن المراهقة. في كام حاجة كده هتكلم فيها. طيب انا عندي بنوتة تالتة اعدادي، بنتي بقى اختي. هنا انا بصرح كده شعر ثورة بسم الله ما شاء الله، وهقعد اقسم كده وابدأ ان انا الملها كده ايه الزيادة، هلمه فوق كده وهبدأ ان انا طبعا ايه اعمل. بس انا مش هلبس بقى جلافز عشان اعرف افرك كويس على شعرها، وجايبة طبعا بنيهات اللي انتوا شفتوها. بص بقى هعمل ايه دلوقتي وانا بحكي معاكم في موضوع سن المراهقة. سوسو كانت بتقولي ساقعة يا ماما، بس طبعا انتي لما تيجي بتعجنيها صحيح بتعجنيها وهي باردة خالص، مش بتبقى سخنة ابدا، انتي اصلا بتكوني غالياها وسايباها تبرد. المهم بقى عندك بنوتة او انتي بتسمعيني سنك بقى لسه اعدادي ثانوي، طبعا تاخدي بالك كويس جدا وانتي في الدرس كويس قوي، ما تكلميش حد، ما تخليش حد يحتك بيكي في اي حاجه. لو في ولد جاي يكلمك المفروض ان انت توقفيه على طول، تقولي للمستر بتاعك او عموما يعني اللي في المكان عشان طبعا يتلم وما يكلمكيش تاني، عشان ما تفتحيش مجال مع حد ابدا في اي حاجه. حتى لو عايز مثلا ورقه عايزه انقل، لا ما هو في صبيان تاني ممكن يسالهم، مش شرط يسال بنت، يعني يسال بنت يبقى انت كده ايه انسان مش محترم وتاخد بالجزمه يعني. في حاجه تاني بقى عايزه اقولك عليها، طبعا وانتي ماشيه في الشارع عندك في المنطقه بتاعتك او في اي شارع صدقيني اعمليها هتسمعي الناس هيقولوا عليكي ايه. امشي ما تكلميش حد خالص خالص، ولا تسلمي على واحده ولا تسلمي على حد، خليكي كده في حالك. انا الناس عندي في المنطقه يعني اللي انا اتولدت فيها كانوا بيقولوا عليا متكبره، يقولوا متكبرة أحسن ما يقولوا مش محترمة، صح ولا غلط؟ طيب ليه بقى؟ أنا كنت غير البنات، أنا ما كانش ليا صحاب، هي واحدة جارتي وخلاص على كده. ما فيش حاجة بقى اسمها ده أنا مصاحبة هنا في الشارع ده ومصاحبة هنا في الشارع ده والمنطقة كلها كده لف عليها، لأ الكلام ده لأ خالص. أنا مش بحب أصلا يعني إن أنا إيه أصاحب ناس وأدخلهم في حياتي فافضل حاجة ان انتي تخليكي في حالك كده وتخليكي كده في حياتك، وتبقي نازلة كده في الشارع باصة في الارض وماشية رايحة تجيبي طلباتك، رايحة الدرس رايحة المدرسة وخلاص على كده. طيب في حاجة تالتة كده عايزة اقولك عليها، طبعا بشوفها وحاجة كده مستفزة، البنات اللي بتمشي في الشارع مع اختها مع صاحبتها مع بنت عمها مع بنت خالتها وتمشي يعني تسمع الناس كلها ضحكها في الشارع، دي قلة أدب صدقيني. أي حد هيبص ايه ده البنت دي بتضحك، البنت دي كده قلة الأدب، مش هيقول بقى انت بتضحكي على ايه. في بيت اعملي فيه كل اللي انت عايزاه، كل اللي انت عايزاه. عارفين بقى الناس اللي بيبقوا ماشيين يخبطوا قدام بعض ويضحكوا كده، بيضحكوا على ايه اصلا؟ هنا بقى خلاص سارة بتبصني، خلصت لها بقى شعرها ما شاء الله، وهنا بقى فروحي انا بقى ايه حنيت كمان ايديهم وحني كمان رجلهم. فعايزه اقول لكم بجد الحنه يعني مفيده جدا لشعرهم وجسمهم الايد والرجل. طبعا بصوا فريحه الحمد لله ان هي قعدت وصبرت. طبعا بسيبها قد ايه على شعرها؟ بسيبها من 3 لـ4 أو 5 ساعات براحتك جدا، كل ما تسيبيها كل ما يستفادوا بيها اكتر. وهنا برضو خلاص بقى بلم شعرها وخلاص على كده. طبعا لما انا اسيبها الوقت ده ببدا ان انا ايه اوقفهم كده في البانيو وابدا ان انا احميهم طبعا، وترجعي كده راسهم لورا عشان ما تجيش حاجه على عينيهم عشان هم اطفال. وبس كده الحمد لله. طبعا بحب ان انا البسها كده كيس بلاستيك عشان ما تحطش ايديها وتفضل تفرك فيها، وبعد كده البسها البني بس كده تمام. واخر حاجه بقى هعمل لسيله وخلاص بقى، خلاص كده خلصت. هعمل بقى رجلهم دلوقتي وهلبسهم كده ايه اكياس
عايزه اقول لكم يعني الحنه في الرجل طبعا سنه من الرسول صلى الله عليه وسلم، فحاولي ان انت تعملي كده حتى لو مره في الشهر، او يعني شوفي انت يعني الدنيا تبقى معاكي عامله ازاي. والله هتحسي اصلا ان شعرهم كده ما شاء الله بيتقل وبيغذي وبينظف كمان، لو في اي حاجه في الفروه مثلا دهون او كده. لا بصراحه كويسه جدا ما شاء الله، اللهم بارك. هنا بقى خلاص عملت لها رجلها وبلبسها الكيس وخلاص على كده، هسيبها كده نص ساعه وبقى اغسل رجلهم وايديهم كمان. هنا بعمل بقى رجل سيله. بصوا بقى انا عايزه اقول لكم على حاجه، نرجع بقى للبنات المراهقين، في نقطة تانية هتكلم فيها معاكو. طبعا لو وقع مني حاجة في الشارع، اكيد يعني بيقع مننا حاجات في الشارع، طيب وقع مني مفاتيح، وقع مني فلوس، وقع مني ايا يكن كتاب، طبعا استحالة توطي التوطية اللي هي الطبيعية بتاعتنا. ليه يا سارة؟ هقول لكم، لما انت بتوطي بكل جسمك ده غلط، المنظر بيبقى بشع وبيبقى وحش جدا، وبتخلي الناس كمان يبصولك، اي حد واقف بقى. طيب اعمل ايه؟ توطي برجلك، عارفين تبقي واقفه مكانك كده وتوطي بالراحه كده، يعني مش هتوطي، هتنزلي برجلك وتاخديها وخلاص على كده. لكن مفيش حاجه بقى يا لهوي وقعت مني وما اعرفش ايه، تلفتي النظر ان حد ايه يبص عليكي، الشغل ده عارفينه يعني. بس ف خلي بالك طبعا من النقطة دي. هنا بقى انا برسم لهم، جايبة كده القرطاس ده لقيته عند مستلزمات الميك اب وكده، قلت ارسم لها بقى بالكحل الاول عشان اول مرة ارسم بالقرطاس. بصي القرطاس ده في حنة، بس انا طلعت حنة لونها يعني نبيتي كده احمر، بس برضو حلوة يعني موفرة طبعا. يعني انا كنت بروح ارسم للبنات عندي ما شاء الله كل واحدة رسمة ب30، فبدفع 90 جنيه، غير مثلا هعمل حاجة. فبصراحة افضل حاجة لقيت الكيس ده بصراحة موفر جدا ب15 جنيه، وبترسمي طبعا براحتك جدا في الرجل بقى الايد براحتك. فحاولي لو انت عايزة تجيبيه وهيوفر معاكي كتير كتير. وهنا بقى بدأت ان انا امشي على الرسمة وخلاص على كده. نرجع بقى لموضوعنا، في حاجة طبعا اتكلم عليها تاخدي بالك منها جدا جدا يا مراهقة يا جميلة. طبعا كلنا معظمنا يعني عندهم دلوقتي اسانسير وكده. طيب انا جيت في وقت لقيت حد عم محترم طالع، تعالي يا حبيبتي وحط ايده طبعا على كتفك او كده، وانتي تقولي اه ده عم وقد بابا وكده، مفيش حاجة اسمها كده. اي حد يحط ايده على كتفك او يجي يلمسك، لا طبعا هزقيه على طول، هزقيه على طول. وما تطلعيش مع اي مخلوق في الاسانسير غير باباكي واخوكي ومامتك وبس على كده. لو زحمه اقفي لحد ما الاسانسير يطلع وبيطلبيه لوحدك، ولو حد جه ركب معاكي قولي له بعد اذنك، او ممكن تنزلي وتخليه هو يطلع عشان ما يعني مبقاش في احتكاك خالص مع الناس، لان الناس دلوقتي مش حلوه، الناس مش كويسه، الناس بقت تفكر في حاجات تانية وحشة كتير. فانت خدي بالك من نفسك كويس جدا جدا، وربنا يحفظنا جميعا ويحفظ اولادنا. وهتكلم معاكم كمان في النظافة الشخصية ان شاء الله في الفيديوهات الجاية. هنا بقى خلاص عملت تاج كده لسوسو وقلوب بقى، وايه شهيصتها على الاخر. سوسو دي ما شاء الله بتحب تبقى انيقة جدا. وبس كده، ده كان فيديو بتاع النهاردة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.